السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نكملوا الكور نتاع إلكترونيك على موقع www.exomaroc.com. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا سي كوا سا تيوريم دو ميلمان. ألوغ تيوريم دو ميلمان هي أنها كتحسب لنا طونسيون ديال السيركوي كامل كتحسبو. ألوغ الشروط ديال تيوريم دو ميلمان فوقاش كنقدروا نطبقوها إلا كان عندنا هاد جميع العناصر كانوا اون باراليل. الوغ راجعوا الكور ديال اون باراليل، قلنا الشروط ديال اون باراليل انهم خاصو يكونوا كيتلاصقوا في بوان في واحد النو وكيتلاصقوا في بوان الاخرى في النو الاخرى وكيكون لاتونسيون ديال هاد العناصر كيساوي لاتونسيون ديال هاد العناصر، عاد باش كنقولوا انها اون باراليل. سي بيان، كما كنشوفوا ان هاد العنصر هذا اون باراليل مع هذا، اون باراليل مع هذا، اون باراليل مع هذا، اون باراليل مع هذا، يعني ان الشروط ديال ميلمان نقدروا نطبقوه في هذا السيركوي. سي بيان، كما كنشوفوا ان السيركوي كيتكون واحد ريزيستونس، واحد سورس دو كورون، واحد ريزيستونس، واحد سورس دو كورون هنايا موان بلس نازل لتحت، واحد ريزيستونس ار 3 ار 4، واحد سورس دو كورون صافي كيعطينا واحد اي. سي تري بيان. الوغ غنحاولو نحسبو او دو ا بي. او دو ا بي هو طونسيون ديال هاد السيركوي. كيما كنعرفو ان الطونسيون ديال او ا بي ديالو هو ديال هذا، والطونسيون ديال هذا، والطونسيون ديال هذا، والطونسيون، لانهم كاملين باغالي عندهم طونسيون وحده، هادشي شفناه في الدرس ديال اون باغالي. سي بيان. الوغ دابا نحسبو حسب تيوريم دو ميلمان نحسبو او ا بي. سي سامبل، او ا بي نطبقو العلاقة ديالنا عندنا تما. U A B شنو كتساوي؟ ألوغ ندير هكا سي بيان. ألوغ U A B أش كتساوي؟ نمشيو شوية بوغ هنايا القادو هادو، هنايا لاسوم من إي إيكال أن حتى لإن، لاسوم من إي إيكال أن حتى لإن. سي بيان. ألوغ لاسوم من إي إيكال أن حتى لاش؟ حتى لإن. أش كنخدمو؟ ايبسيلون اي، هاد ايبسيلون اي كتساوي لنا اما واحد اما ناقص واحد. صافي، اما واحد اما ناقص واحد، ونشوفو لوكا فوقاش كتساوي لنا واحد فوقاش كتساوي لنا ناقص واحد، فوا او ان او اي على ار اي. دابا نشوفو كيفاش غنطبقو هادشي في هاد السيركوي باش نفهمو بروفيسيونيل هادشي. الوغ نشوفو اول حاجة هاد السورس لي عندنا، هاد الاليمون لي عندنا. الوغ هدا او ان ار ان، اشنو كنديرو؟ كنديرو او اي لي عندنا تما، يعني او ان مقسومة على ار ان. سي تخي بيان. دابا باقي لنا الايبسيلون. الايبسيلون هاهي ايبسيلون كتساوي لنا واحد سي لاطونسيون او ان، هاد لاطونسيون هادي كان في نفس الاتجاه ديال هاد او ا بي لي بغينا نحسبو، نفس لاسونس ديال او ا بي. ها انتو او ان نفس لاسونس، نفس الاتجاه ديال او ا بي، دونك غادي نديرو بلوس. سي تخي بيان. نكملو السيركوي ديالنا، كنجيو لهاد الإليمون جوج، لأن عندنا هنا لاسوم المجموع ديال هاد السيركوي كامل، حيت كنقولو أنه أون باغابيل. ألوغ أش كنديرو؟ أو أن أو دو مقسومة على إف دو لي عندنا في السيركوي، ولكن هنا واش بلوس ولا موان؟ كنشوفو سيرك، كنشوفو أو دو. أو دو الإتجاه ديالو لتحت، هابط لتحت صافي، ولكن عندنا او ا بي انفيرت مع العكس ديالو، يعني الا كان العكس كنديرو موان. سي بيان، يعني كنديرو موان. سي تخي بيان. الوغ دابا نكملو الكور ديالنا. هنا عندنا ريزيستونس. ريزيستونس يعني انه ما عندناش، حيت كيكون عندنا واحد، راه قلنا عندنا واحد السلك، واحد فيل الكتريك، حيت كيكون عندنا واحد فيل الكتريك فان طونسيون اللي كتكون عندك في الالكتريك ايكال زيرو، يعني الطونسيون اللي عندنا هنايا كتساوي زيرو، حيت راه عندنا واحد الفيل الكتريك. سي بيان، يعني كتساوي لنا زيرو، يعني الفوق زيرو، الوغ مقسومة على ار 3. سي بيان، واش زائد ولا ناقص؟ الوغ نشوفو، زائد ولا ناقص راه كتساوي لنا هادي صفر، كانت زائد ولا ناقص راه كتساوي صفر، راه بحال صافي، نديرو حنا زائد، صافي، راه هادا زائد ولا ناقص راه كتساوي صفر، حيت أصلا ما عندناش طونسيون باش حنا نشوف واش زائد ولا ناقص. نفس الحاجه بالنسبه لار 4، زائد زيرو على ار 4. سي تري بيان. الوغ
D'abord, ça n'a pas les حالات فاش كيكون عندنا résistance ou فاش كيكون عندنا tension ou résistance. صافي source ou diaphragme, source de courant ou résistance. D'abord, نشوفوا الحاله فاش كيكون عندنا source de courant. عفوا هذا source de tension. هذا source de courant اللي كيعطينا الكورون. إذا كان عندنا source اللي كيعطينا الكورون كنشوفوا هذا كما كنشوفوا زائد 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 كنجيو الحالات الاخرين اللي فيهم لا كورون. كورون اشنو كنديرو؟ كنديرو ايبسيلون في اي يعني في اي في اي. هاد ايبسيلون باش نعرفو هنا واش زائد ولا ناقص نديرو هنا اي. الو باش نعرفو هنا واش زائد ولا ناقص اش كنديرو؟ كنشوفو شنو عندنا فوقاش ايبسيلون جي كتساوي لنا واحد الا كان لو كورون اي ان في نفس لاسونس ديال يو ا بي. الا كان في نفس لاسونس كنديرو زائد كان كيعكس كنديرو ناقص. عندنا اي نفس لاسونس صافي نفس لاسونس نفس الاتجاه و ا بي طالع الفوق اي طالع الفوق بلوس سيمبل نديرو بلوس. الوغ لتحت شنو عندنا لاسوم ديال واحد على ار سيمبل. كنشوفو هنا عندنا ار واحد يعني واحد على ار ان جوجة زائد واحد على ار دو ثالثة زائد واحد على ار تروا رابعة زائد واحد على ار كات ار كات. عندنا هنايا ما عندناش ار صافي كنخليوها هكا سي سامبلومون. هذه هي تيوريم دو ميلما. تيوريم دو ميلما ها هو دا حسبنا لو كورون ديالنا طونسيون ديالنا يو ا بي بكل سهولة. دابا ان شاء الله غادي نشوفوا واحد اكزومبل اللي غادي نمونطريو فيه هاد الغولاسيون هادي نبينوا ان هاد الغولاسيون ان هاد الغولاسيون صحيحه. الوغ حاولوا اننا نلقاو القيمه ديال في ياك باستخدام كيرشوف لوا دو نو داكشي اللي قرينا قبل صافي بلا ما نخدمو تيوريم دو ميلما صافي نستنتجو هاد العلاقه هادي نستنتجو ان في كتساوي هاد القيمه باستخدام داكشي اللي كنا عارفينو قبل. الوغ اول حاجه كنشوفو هذا السيركوي واش قابل لشروط ديال تيوريم دو ميلما. اول حاجه كنشوفو واش اون باراليل كما كنشوفو انهم اون باراليل. علاش؟ لانه كاملين لاصقين في هاد النو وكاملين في هاد النو صافي اون باراليل وعندهم نفس الطونسيون. قلنا شروط اون باراليل خاصو يكون هاد الطونسيون ديال هذا كتساوي الطونسيون ديال هاد العنصر كتساوي الطونسيون ديال هاد العنصر كتساوي الطونسيون كتساوي يعني هادي كتساوي في 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 يعني هادو طونسيون وحده صافي. هادو هما شروط ديال ميلمان. الوغ دابا نحاولو نحسبو. الوغ باش نبداو سي بيان نبداو بهاد العنصر الاول صافي بهاد العنصر هذا اشنو كنلاحظو؟ كنلاحظو في ها كتساوي في. قلنا ان هاد الطونسيون كامله كتساوي في يعني الطونسيون ديال هاد او ان بلوس الطونسيون ديال هاد. الوغ كيما كنشوفو ان الطونسيون كتكون انفيرس كورون اي يعني الطونسيون ديال هادي كتساوي انفيرس يعني سميوها في ان سان ديالها تحت لانها كتكون عكس الاتجاه ديال لو كورون. دابا عندنا في في كتساوي او ان زائد في دو واش زائد ولا ناقص غنفهمو واش. الو في شحال كتساوي هاد في هادي دي المجموع ديال هاد لوطونسيون اللي عندنا. الا كانوا في نفس لاسونس راه كدير زائد او ان و في نفس الاتجاه او ان ما كنديروش ناقص سي تخي بيان. الوغ دابا هنايا في في ان عكس الاتجاه ديال في يعني ناقص في ان حسب قانون اوم اشنو كنديرو في ان شحال كتساوي؟ كتساوي ار في اي ان نعوضوها في ار في اي ان سي تخي بيان. نحاولو اننا نجبدو اي ان اي ان شحال كتساوي؟ الوغ الى جبنا هذا لهنا وهذا لهنا تعطينا او ان ناقص في ان ونقسمو على ار نقسمو على ار هادي راه ار ان ياك ار ان نقسمو على ار ان سي تخي بيان. الوغ نفس الحاجة نديروها لهاد العنصر الجوج في شحال كتساوي؟ في شحال كتساوي؟ كتساوي او دو. علاش او دو؟ لانها نفس الاتجاه ديال في. يلا باش نعرفو حنا كنعرفو ان لو كورون كيكون انفيرس مع الطونسيون راه هادشي درناه في دوك الفيديوهات الاول نسميوها في دو. الوغ كيما كتشوف في دو في دو مالها مع في انفيرس يعني موان موان في دو. في دو شحال عندنا قانون اون كتساوي لنا ار في اي دو ار دو في اي دو سي تخي بيان. غنحاولو نجبدو اي دو اي دو شحال كتساوي لنا؟ الوغ غادي نطلع شويه الفوق باش يكفينا بلاصه او ان ناقص في على او ان ناقص في على ار ان
Ça fait. Alors, j'ai déjà E2, naqis V à la R2. C'est bien. Alors, tata, V3. V3, neuf le haja. Alors, E3 inverse, c'est une nezla. V3. Ouais, là, ça, E3, la nezla. Comme je vois, elle est nezla ou elle est nezla. Et là, quand on juge nezli, raum inverse, mais V. Il y a ni moins, moins. Il y a ni moins. E. Moins E3. Moins V3. Gna V3 naya. Chaque fois que ça va au canon, R3 I3. Hna bouina I3. I3, chaque fois que ça va. Alors, hna moins moins, yani hna moins, hna moins, koul j'ai hna naqis. Ou là, n'dir le k moins. Alors, hadi moins, yani j'bna hadi l'hna. Est-ce que c'est égal d'abord? Hey, égal. دابا هادي نجيبو هنا تعطيني في و نقسمو على هذا تعطينا موان تعطينا موان او 3 موان في ياك بعدا موان او 3 موان في مقسومة على ار 3 متفقين معايا تري تري بيان الوغ نفس الحاجة بالنسبة للفي الأخيرة في الأخيرة وهي هادي سي سامبل عندنا غير وحدة الوغ يعني في كتساوي لنا في 4 في 4 هي اللي نازله بحال هكا الوغ يعني موان في 4 يعني موان في 4 شحال كتساوي لنا في 4 حتى تبقى لنا الام كتساوي لنا ار 4 في اي 4 صافي ار 4 في اي 4 حنا بغينا اي 4 شحال كتساوي لنا الا جبنا يعني ناقص في على ار 4 صافي الوغ دابا اش غنطبقو غنطبقو كيشوف لوا دو نو لوا دو نو غنطبقو لوا دو نو لوا دو نو اش كتقولك لوا دو نو كتقولك ان لو كورون اللي داخل لدوك النو كيساوي لو كورون اللي خارج لدوك النو ولا لا صوم ديال لو كورون كيساوي لنا صفر حسب الاتجاه ديال دوك لو كورون اللي درنا سي تري بيان الوغ كيما كنشوفو ان هادي كاملها هادي كاملها نو وحده هادي كاملها راه نو وحده لان هنا هنايا سلك المقاومه ديالو زيرو يعني انه راه نو وحده ما كاينش شي عنصر هنا باش ما نقولوش ان نو صافي سي تري بيان هادشي راه شرحناه في النو اللي ما فهمش النو يراجع يعني هادي كامله حتى هي نو وحده صافي يلا نشوفوا لو كورون اللي خارجين في هاد النو لو كورون اللي داخلين في هاد النو اللي داخلين اللي داخلين لهاد النو ندير لهم زائد اللي خارجين ندير لهم موان صافي او ان داخله داخله او دو داخله داخله او تخوا داخله داخله او كات داخله داخله E5 خارجة خارجة يعني موان E5 كتساوي لنا صفر لا صوم ديال لو كورون على حسب الاتجاه ديالهم سي تخي بيان الوغ E1 E2 E3 E4 نعوضوهم بهاد القيمة هادا ونشوفو واش غادي يعطيونا الوغ E1 نعوضوها بهاد القيمة الوغ نحاولو أننا نفرقو المقام البسط عفوا هاد R1 نفرقوها ناقص V على R1 صافي حتى هادا نفرقوها بلوس راه بلوس E2 يعني بلوس E2 على R2 موان V على R2 سي تخي بيان الوغ نزيد E3 زائد E3 زائد E3 يعني E3 نعوضوها راه عندنا هنا ناقص ناقص E3 على R3 نمحيو هاد البارتي هادي باش نكملو فاش حدينا E3 ناقص V على R3 صافي ناقص ناقص اي 4 يعني ناقص في على ار 4 دونك بقات لنا ناقص اي 5 نخليوها كما هي ايغال زيرو سي تري بيان دابا نحاولوا اننا نجبدوا اللي عندهم في بوحدهم ونعملوا في ولقاو القيمه ديال في سي بيان الوغ شكون اللي عندنا هنايا في عندنا هذه عندها في وهذه عندها في وهذه عندها في وهذه عندها في نحاولوا اننا نعملوا في فهاد غير فهاد القيم هادو بربعه يعني الا عملنا الفي شحال تعطينا الا عملنا هنا الفي شحال تبقى غتبقى لنا ناقص واحد على ار ان زيد ناقص واحد على ار دو ناقص واحد على ار تروا ناقص واحد على ار كات سي بيان صافي وما نساوش القيم الاخرين هنايا زائد او ان على ار ان زائد زائد E2 هي هذيك على R2 زائد ناقص هنايا ناقص
E3 على R3 ناقص E5. E5 كيساوي لنا زيرو. سي تخي بيان. الوغ كيما كنشوفو هنا موان موان نقدرو نضربو في موان. إلا خرجنا هاد موان حتى هي نعملوها نخرجو هاد موان هادي موان يعني عطاتنا بلوس 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 هي خرجنا هاد موان صافي. الوغ دابا نحاولو أننا نجبدو في في. كيفاش نجبدو في في؟ هاد القيم هذا او ان او دو ناقص ار ار او ان على ار ناقص اي نجيبوهم لا ولا نجيبو هادو لهنا ونجيبو هادو ونجيبو هادو هكا ونشوفو شحال كتساوي لنا في في شحال كتساوي. الوغ هادو نجيبوها لهنا اللي عندهم الناقص هادي نجيبوها لهنا صافي. هادي كاملة نجيبوها للجهة الأخرى يعني شحال تولي تولي زائد كتساوي لنا هاد القيمة وهذا نهبطوه تحت هنا يعني تبقى لنا هاد القيمة هادي او ان خدموها وشوفو شي سامبل غتبقى لنا هاد القيمة هادي او ان على ار ان زائد او دو على ار دو ناقص او 3 على ار 3 ناقص اي 5 ما نساوهاش مقسومة. دابا هذا جبناه لهنا ولا زائد باش نخليو غير في بوحدو لهنا هاد القيمة هادا نقسمو عليها يعني مقسومة على 1 على ار ان زائد 1 على ار 2 زائد 1 على ار 3 زائد 1 على ار 4 كما كتبان لكم هاد البارتي هادي سي بيان. الوغ كما كنشوفو اننا استنتجنا الغولاسيون ديالنا نشوفو دابا واش هاد الغولاسيون واش هي هاديك ولا هي الغولاسيون ديالنا. الوغ نستنتجو هاد الغولاسيون هادي. الوغ اشنو كيساوي لنا هنا لاسوم ديال او ان على ار. الوغ هنايا او ان على ار هاهي او ان على ار واش بلوس ولا موان حسب اتجاه ديال او ان. او ان نفس الاتجاه بلوس صحيحه. الوغ نجيو الجوجه الجوجه شنو عندنا الجوجه هنايا او 2 او 2 على ار 2 او 2 على ار 2 زائد لان نفس الاتجاه هنايا هنايا ناقص او هنايا او 3 على ار 3 او 3 على ار علاش ناقص لان الاتجاه ديال او 3 نازل سي تري بيان. هادي قلنا انها اش كنديرو صفر على ار 3 ما كايناش صفر على ار 3 شحال كتساوي لنا زيرو سي تري بيان. ناقص نجيو لهادي الاي ها هي ناقص اي علاش درنا ناقص لان الكورون انفيرس مع في سي تري بيان يعني صحيح هاد الفوق لتحت نشوفو كيساوي لنا واحد على ار يعني واحد على ار ان واحد على ار 2 واحد على ار 3 واحد على ار 4 يعني حنا استنتجنا الغولاسيون ديالنا بهاد الميثود. دابا علاش حنايا كنخدمو هاد التيوري دو ميل مان فهمتو علاش لان بلاصه ما دير انت هاد الطريقه كامله باش تلقى هكا انت كتجي اون ديريكتومون كتعوض هنا كتكون حافظ هاد العلاقه كتحطها للبروف تاخو كتكتب وكتلقاها في ساعه. اما الا جيتي انت بدوك الدروس البدائيين لا كيشوف الواد وما يجبد لي اي و في وكذا خاصك بزاف باش تلقى في. دونك هاد لي ميثود في ساعه كتلقاها وهذا هو الدور ديالها وهذا الشيء اللي بغينا نفهمو لكم ان الدور ديال هاد الميثود هادي انك تسهل عليك الحساب ديال في صافي كتسهل عليك حساب التونسيون ولكن بشروط انه خاص يكون كلشي اون باراليل. الوغ كما قلنا انه بلاصه ما دير هاد المراحل كاملين عندك النتيجه اون ديريكتومون كتحط لوغلاسيون وكتعوض وكتكون حافظ واش بي واش هذا اكسينو غادي واحد ولا ناقص واحد وكتلقاه. الوغ كنتمنى لكم حظ موفق في الدراسه ديالكم كنتمنى لكم فهمتوا هاد الكور مزيان نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله بالنسبه لهذا السيركوي.